السلام عليكم احباب ديالي الغزلان، صحاباتي، الناس المتتبعين ديالي، مرحبا بكم في فيديو جديد، فيديو ديال الخواتم. نتمنى يعجبكم هاد الخواتمات اللي بالعقيق. حاجه بسيطه كما عودتكم دائما، كنجيب لكم الحاجه اللي بسيطه وسهله وما كتكلفش يعني فلوس بزاف، حاجه اللي اي واحد يقدر يديرها. ممكن ديروها نتوما، ممكن تخليو حتى بنياتكم يصايبوها ويتزينوا بها. المكونات عندنا يعني كما قلت لكم حاجات بساط جدا، يعني عقيق، هذا العقيق هذا كنشريو حنا بالعبار، انا كنحاول نبينو لكم. بالنسبه لهذا العقيق هذا كيتشرى الخيط الزمرد، راه اكثر ديال الناس عارفينه كيتشرى بالخيط. وعندنا هذا السبيب، الا لقيتو ورق من هذا السبيب كان احسن، انا ما لقيتوش، عييت كنقلب لقيت صغير هذا غليظ، قلت ماشي مشكل. وكاين هذا السبيب اللي رقيق بزاف، ما عرفتش واش كيبان لكم لان ما هو رقيق بزاف، هو غادي نخدم به، غادي ندوبلو باش نخدم به. وبالنسبه للعقيق اللي كيكون هنا لتحت، راه كنخدمو بهذا العقيق المهرس، حتى هذا المكركب الا لقيتو كان احسن، ما لقيتوش راه العقيق مكركب، وحتى هو راه الاثمنه ديالو جد جد مناسبه. نتمنى يعجبكم الفيديو ديالي، وغنبداو على بركة الله أول خاتم باش تعرفوا كيفاش كيتصايب. نبداو على بركة الله، كنستخدمو ستة العقيقات هذا الحجم هذا، وكنتمنى أنكم تلقاو شي سبيب رقم من هذا لأن أنا مرقيتوش، كان أحسن وغادي يخدم معكم مزيان، ما غاديش يتعبكم لان كيكون هاد العقيق هذا شويه هذيك التقيبه ديالته صغيره كيما حان شويه، اما الا لقيتو رقم من هذا كان احسن. هنا خدمنا بسته العقيقات، كنعاود نرجع في العقيقه الاخرانيه بحال هكا وكنزير، وغادي نبدا نركب في العقيق الكبير ديالي. كندير ثلاثه في الاول، ورجع في نفس العقيقه اللي سديت بها. ملي كنرجع فيها في نفس الوقت كندخل في العقيقه الثانيه اللي حداها بحال هكا وكنزير. دابا غادي ناخد غير جوج عقيقات، حاولوا تشوفوا الطريقه باش تجيكم ساهله. دابا غنرجع في العقيقه الثالثه اللي هي هنايا، وغنحاول عاوتاني نرجع في العقيقه اللي خدمتها في الاول. خدمه سهله، خصكم غير تنتبهوا شويه صافي تخدميها وانتي عينيك مغمضين. وعاش غادي نرجع في العقيقه الجديده ثاني ندخل فيها ونجر، نعاود ناخذ جوج عقيقات، يعني طريقه سهله بزاف بزاف. ولا عجبتكم هذه الطريقه ممكن نخدم معكم حتى السوار ديال هذا الخاتم، انا كنت كنخدمهم قبل وكنت كنبيعهم يعني باثمنه جد مناسبه، كنت كنخدمهم حتى بسميتو ديالهم الكورميطه ديالهم. الناس اللي باغين يديروها كحرفه راه تبارك الله ممكن تصايب بها حتى الحلقات بطريقه سهله، ممكن تصايب بها حتى السمطه ديال اي قفطان، كان عندك شي قفطان ديال العقيق وبغيتي تبدل الديكور ديالو ممكن تصايبها به. نكملو حتى نكملو الدوره ديالنا، دائما جوج عقيقات، وكنعاودو في العقيقه الثالثه اللي هي مصايبه كما كتشوفوني. انا غنعاود في هذه، دابا انا وصلت للاخر ديال العقيقه، يعني بقات لي غير عقيقه واحده انا كندخل فيها، كنعاود نرجع في العقيقه اللي كانت قبل الاولى هكا. هانتوما تشوفوا في الاخر كيفاش غادي تجي، واللي ما عارفاش بغات تسول مرحبا تكتب لي غير في الكومونتير وانا غادي نوريها. ممكن تسولني يا اما في الانستغرام يا اما في الكومونتيرات اللي غادي تلوح، وانا غادي نعاود نشرح لها ما كاين حتى مشكل. كما وريتكم دابا حنا بقات لنا جوج
ديال العقيقه. دابا غادي نركبوا غير عقيقه وحده، كنا كنركبوا جوج جوج، دابا غنركبوا وحده باش غنديروا هاد العقيقه اللي بقات كختام لهاد الدوره. راني قلت لكم راها ساهله، وكنعاود نرجع في نفس العقيقه هي غتجي مزيره، لانه هاد السبيب شويه كما قلت لكم غليظ، ولكن ماشي مشكل. وكنحاولوا نجروا باش يجي الخاتم ديالنا واقف كما وريتكم بحال هكا. دابا غادي نبداو نديروا الدوره الاخرى باش غنجمعوا، لانه هانتوما كنشتو معايا بقى سميتو محلول مفتوح. دابا غادي نغلقوه، غادي نزيدو نديروا عقيقه صغيره ما بين العقيقات الكبار، شفتوا بحال هكا. غندور عليها كامله هانتوما، هاكا نبقى ندور حتى كنكمل الدوره ديالي كامله ونتحف الخاتم ديالي. واي حاجه بغيتو نصايبها معكم مرحبا، غير قولوها لي وانا معكم. نتمنى ما تنساونيش من التشجيعات ديالكم والكومونتيرات الزوينين ديالكم. شكرا لكم بزاف بزاف على الكومونتيرات والتشجيعات ديالكم. شفتوا ها الخاتم ديالنا كيفاش جا. دابا غادي نعقدو السبيب ديالنا ونبقاو خاصو يبقى مكروس. نعاودو العقدة الثانية، أنا كنجر لأن نتوما عارفين السبيب مكيتقطعش، لهذا جرو عرفو كيفاش جروه باش ما يتقطعش معنا الخاتم من بعد. شوف وكنعاود نردو فهاد العقيقه هادي باش كندرقوا هذيك العقده ديالنا، وممكن نقطعوه عادي. هاد السبيب اللي بقى لنا الفوق حتى هو غادي خصنا نغبروه مابقاش باين الفوق. دابا كنجرو ونحاول ندخلو فهاد العقيقات، لان الحاجه اللي كتكون فينيا مزيان كتكون احسن. حتى ملي كنساليو فينيسيو ديال الخاتم ديالنا ضروري من نديرو شويه العافيه باش ما يبقاش يخرج لينا هاد الخيط ديالو. غادي تسبيب الرقيق اللي قلت لكم، لانه هاد الغليظ ما غاديش يخدم ليا في العقيق ديالي، رقيق ما غاديش يخدم ليا فيه لانه غليظ ما غاديش يبغي يمشي ويجي فيه. لهذا خديت هاد السبيب الرقيق. انا قلت لكم الا لقيتو رق من هاد العقيق هاد السبيب كان احسن، لان انا كنخدم بالسبيب الرقيق ولكن ما لقيتوش. هاد دابا سيمانه وانا كنقلب عليه باقي ما جابوهش. دابا غادي نخدم غير بهاد السبيب، انا درتو على جوج باش ما يتقطعش ليا لانه الرقيق دغيا كيتقطع. دابا غادي ناخذ عقيقه ندخلو في وسط العقيقه. هاد السبيب راه ما يبانش ليكم ولكن غتشوفوا الخدمه ديالو كيفاش. دابا غادي نركب في العقيقه رقيق، مابغاش يدخل لينا حركته في الراس ديالو باش نتحكم فيهم بجوج. هنا غناخذ في كل جهه ثلاثه ديال العقيقات ونبقى غادي بالتساوي، يعني ثلاثه هنا ثلاثه هنا ووحده كتكون الوسط باش كندخل ما بين فيها جوج خيوطه. يعني حاجه بسيطه وسهله وممكن اي واحد يمكن يخدم بها الخدمه هذه. وعطيهم لبنياتكم وحتى الوليدات، ما تقولوش هكا حيت هذا هو الدري ما غاديش يخدمها، لان هذه الخدمه هذه كيخدموها رجال وعيالات، ما نديروش الفرق. الا كان عندك الدري موهوب وكيعزز عليه هادشي اعمال يدويه نساعدو. ها انتما ندخل كتجي بحال هكا شتو. دابا نبقى غادي ثلاثه هنا ثلاثه هنا وحده بيناتهم كما قلت لكم، ثلاثه هنا وثلاثه هنا. وغادي نرجع معكم لان انا مع السبيب الرقيق شويه فيه شويه الخدمه، ماشي بحال كان السبيب العادي دغيا غادي نسربي. نكمل هاد سميتو ونرجع معكم ان شاء الله. شوف هانتوما دابا غادي نلصقها في بلاصه اخرى، كندخلو في هاد العقيقه هادي قبلت هاديك الاولى اللي خدمناها. كما قلت لكم انا السبيب عندي رقيق شويه كيعذب، الا كان عندكم السبيب الاخر راه دغيا. شنو غنحاول نحركو من القدام ديالو باش يدخل ليا بجوج. خرج من جهه اخرى كيما شفتو بحال هكا، نعاود الجهه الثانيه نفس الطريقه ونعقدو. نحاول نعاود نحرك بعد ما ركبتهم هما بجوج. شنو الخاتم ديالنا دابا غادي نبدا نعقد، نخشي هاد السبيب ونعقدو
نتحفو مزيان صافي، وها القاسم ديالنا موجود. كنحاول نعاود حدا العقيقه ديالنا، نعاودو مزيان، نعاودو باش متقطعش لينا السبيل، ونمشي الجهه الاخرى حتى هي، ونحاولو نقادو هادي باش متجيناش مرخوفه. شتو غادي نسالي ونوريكم الاخر. بعد ما سالينا كيما ديما ديما ضروري نحلقو داك السبيل ديالنا باش ميبقاش باين. ها الخاتم ديالنا موجود، وكاين هاد الشكل الاخر تنوري تنخدم معكم. شفتو هذا بالعقيق ديال الزمرد كامل، مفيش العقيق الكبير. ونتمنى يعجبكم الخواتم ديالي، ونتمنى انكم ما تنساونيش من لي لايك والاشتراك، وبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. وشكرا لكم بزاف بزاف، معكم من قناه الحداقه والتاويل. واي سؤال بغيتو ممكن تخليه ليا في الكومنتات او في الانستغرام ديالي شاكير سلوى. مرحبا بكم، كل مره غادي نجيب لكم جديد ان شاء الله. الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.